إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، وأمَّن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم صفة الظالمين، وحذر الله تعالى من الوقوع في الظلم والطغيان والبغي، وأمر الله تعالى جميع القادرين على أن يقفوا مع المظلومين، ويكشفوا كروبات المكروبين، ويخففوا عن مصاب المصابين. وبين الله جل وعلا أنه قادر على إهلاك الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وبين الله جل وعلا أنه ناصر المؤمنين في كل موطن ومكان وزمان. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بنصرة المظلومين بقوله، وينصرهم صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دماؤهم سواء، كما يجب نصرة القريب يجب نصرة البعيد، وكما يجب نصرة القوي يجب نصرة الضعيف، وكما تجب نصرة الحر يجب نصرة العبد. والعربي والأعجمي، المسلمون تتكافأ دماؤهم. ثم قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. أدنى المسلمين مهما كان محتقرا بينهم لا يلتفت إلى شأنه فيهم، فإنه يستطيع أن يجير وأن يسعى بذمته من بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب أن ينصر كل مسلم لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه، فيجب على كل من كان قادرا أن يرفع عنه الظلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يجب فيه نصرته ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه منه، يعني ينتهك عرضه، عرض أخته أو عرض أمه، أو تستنصر به مسلمة لنفسها أو لأيتامها، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. ما من مسلم قادر على أن ينصر مسلما ضعيفا ثم يتكاسل عن نصرته حفاظا على منصبه، أو ضنا عنه بماله، أو رعبا وفرقا من عدوه. قال: ما من مسلم يخذل مسلما ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتكلم عن أولئك الصالحين الذين يبذلون جاههم وأموالهم ومناصبهم وإعلامهم في نصرة كل مظلوم ومحتاج، قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه، من كان في حاجة أخيه، يعني في حاجته عند فقره، في حاجته عند اغتصابه، في حاجته عند طرده من بلده، في حاجته عند سجنه، في حاجته عند مرضه، عند أسره، عند خروجه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان الله في حاجتك عند مرضك وعند فقرك وعند حاجتك وعند كربتك وعند مصيبتك، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الضعفاء ويستثنيهم من غيرهم، ويستقبلهم أكثر من استقباله لسواهم.
ويقول عليه الصلاة والسلام إذا استقبل الوفود يقول أبغوني ضعفاءكم قدموهم بينكم، هم الذين أبدأوا بالسلام عليهم، أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان ناصرا للضعفاء، ما يستنصر به ضعيف إلا ونصره بما يستطيع عليه ويقدر عليه. كان عليه الصلاة والسلام يمر في طرقات مكة ببلال مظلوم يعذب، ضعيف مسكين يعذب، ويمر بسمية ويمر بخباب وهو لا يملك مالا ليشتريهم ويعتقهم، ولا يملك سلاحا ليدافع به عنهم، ولا يملك عليه الصلاة والسلام إعلاما يتحدث عنهم في كل موطن، ولا يملك عليه الصلاة والسلام سفراء لدولهم يستدعيهم أو يطردهم، لم يكن يملك عليه الصلاة والسلام وسيلة إلا أن يصبرهم بلسانه فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ثم تموت سمية بين يديه ويموت زوجها بين يديه وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقدم لهم إلا الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام ما إن امتلك قوة إلا بدأ عليه الصلاة والسلام ينصر بها الضعفاء والمساكين. ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في المدينة فأقبل إليه عمرو بن سالم وكان من خزاعة وكان فيهم مسلمون وكفار، لكنهم كانوا حلفاء وأهل عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبلت بكر وقريش وبينهم وبين رسول الله عهد بكف القتال، نقضوا وأقبلوا إلى خزاعة وقتلوهم. فانطلق عمرو بن سالم رجل مظلوم، رأى أطفالا مأسورين ورأى نساء مقتولات ورأى أصحابه مقتولين بين يديه ورآهم يمثل بهم، فلم يتذكر إلا من ينصره بعد الله تعالى، تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتراقص أمام عينيه صور أولاده القتلى وزوجته وبناته وقومه، فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنشد قائلا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذل وأقل عددا، فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. كيف يسكت عن مظلمة؟ كيف يسكت عن نساء يغتصبن؟ كيف يسكت عن أطفال يذبحون ذبح النعاج؟ كيف يسكت عن رجال قد أخذ منهم سلاحهم ثم سلحوا على الأرض حتى ماتوا وتقطعوا أمام عوائلهم؟ كيف له أن يسكت وهو عليه الصلاة والسلام يملك أن ينصرهم؟ قال نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جهز عليه الصلاة والسلام جيشا نصر به المستضعفين من المؤمنين ومن غير المؤمنين أيضا من خزاعة. أيها المسلمون، وقد كان الأنبياء السابقين من عهد آدم عليه السلام إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا ينصرون الضعفاء. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ولما كان موسى عليه السلام في السفينة وأقبل الخضر إلى لوح من ألواحها فانتزعه التفت إليه قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ ما ذنب أهلها الضعفاء أن تفسد سفينتهم؟ هؤلاء المساكين لماذا تفسد مالهم؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ فكان الأنبياء لا يسكتون أبدا عن ظلم وهم يستطيعون أن يصنعوا له شيئا. أيها المسلمون، أمتنا كبقية الأمم يصيبها ارتفاع وانخفاض، يصيبها فرح وحزن، يصيبها عدل ويقع عليها بغي. أمتنا كبقية الأمم تعيش بين سلم وحرب وتعيش بين حاجة وزيادة. أمتنا كبقية الأمم رفع الله تعالى شأنها بهذا الدين
وأعلى الله تعالى مكانتها، وجعل الله تعالى رايتها هي العليا بتمسكها بدينها وإقامتها لعهد ربها. ولا تزال الأمم تتداعى على أمتنا في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الناس فيضعون الطعام بينهم ثم يبدو يدعو بعضهم بعضا إلى الأكل والطعام، فكلهم يتنازعونه من جهة. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل نحن قليل لا نستطيع أن نقاتل؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أنتم ملء البلدان، هذه الدولة فيها 5 ملايين، والتي بجانبها فيها 7، وهذه فيها 30، وتلك فيها 40، وهذه فيها 80، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يتحد الكفار 21 دولة تكون الاتحاد الأوروبي، جيش واحد ورأي واحد ومؤتمرات واحدة، تدخل بتأشيرة واحدة تأخذها من سفارة أي دولة فتدخل إلى كل هذه الدول، تسير بسيارتك من ألمانيا وتدخل هولندا ولا تشعر أنك دخلتها إلا بلوحة صغيرة تبين لك اسم المدينة لا اسم الدولة، فإذا كنت تعلم أن هذه المدينة هي من هولندا انتبهت إلى أنك دخلت دولة أخرى. اتحدوا، تفرق جمعهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للذئاب. اتحدوا في أموالهم وفي عملتهم، ونحن لا نزال تفرقنا تلك الأمم ولا يريدون لنا اجتماعا. قال: بل أنتم يومئذ كثير. ما دام أننا كثير يا رسول الله، إذن لماذا يغلبوننا؟ قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ليس بينكم اتحاد، ليس بينكم أخوة، قد أفسد الشيطان بينكم، واستطاع اليهود أن يتخذوا منكم عملاء، فتقعوا في الجرائد من يتكلم ضدكم وينتصروا للكفار عليكم. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. مملكة أراكان مملكة في شرق وجنوب آسيا، يحدها من الشمال الصين، ومن الجنوب تايلاند، ومن شرقها أو غربها بنغلاديش. مملكة مسلمة دخلها الإسلام قديما في عام 172 للهجرة، في عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين رحمه الله، لما انتشر التجار المسلمون في شرق آسيا، فدخل أندونيسيا على أيديهم في الإسلام، وتغلغل الإسلام إلى الفلبين وإلى ماليزيا، تغلغل الإسلام أيضا إلى دولة هي أخت هذه الدول اسمها أراكان، في عام 172 للهجرة، قبل 1200 سنة دخل، وتمكن الإسلام من أهلها وهم ملايين، وصاروا يدينون بالإسلام، ويحكمهم سلاطين مسلمون، وبنوا المساجد، وأقاموا حلق العلم، وحفظوا القرآن، وأصدروا عملة كتب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم في أسفلها مكتوب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مسلمون على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح سليم. استمرت عدة قرون وهم على الإسلام، وجعل الإسلام من هذه الدولة التي فيها عدة ملايين ينتشر إلى الدول التي حولها. كان بجانبها دولة بورما، دولة بوذية، من دخلها رأى صنم بوذا في كل موطن يسجدون له، ورأى معابد البوذيين في كل موطن، ورأى البوذيين
بالرداء والإزار باللون البرتقالي والرأس المحلوق والقدمان الحافية تطوف في أرجائها تدعو الناس إلى البوذية وعبادة الصنم. بدأ الإسلام ينتشر في هذه الدولة في بورما وفي غيرها، فحقد البوذيون على المسلمين فهاجموهم، وكان المسلمون قلة وأولئك بالملايين، فانتصر أولئك عليهم واحتلوا البلد وضموا أراكان إلى بورما وغيروا اسمها ميانمار، وأصبحوا يفعلون بالمسلمين هناك الأفاعيل، وتحول المسلمون من دولة مستقلة، وذلك قبل قرابة 200 سنة في عام 1784 للميلاد حصل هذا الاحتلال. تحول المسلمون بدل ما كانوا في دولة مستقلة تحولوا إلى أقلية ضمن دولة فيها 50 مليون لا يمثل المسلمون إلا 15%، يعني قرابة 3 ملايين إلى 4 ملايين، لكنه عدد لا يستهان به. كون المسلمون لأنفسهم قرى وصاروا يعيشون في مساجدهم، وصارت الجمعيات الخيرية تكفل دعاة من بينهم يدعون الناس إلى الإسلام والخير، فصار أولئك البورميون البوذيون يهجمون في كل مرة على قرية من قرى المسلمين مضيقين عليهم مقاتلين لهم ليخرجونهم من ديارهم ليأووا إلى بنغلاديش أو إلى غيرها. فهجموا عليهم في مذبحة عظيمة في عدة قرى حتى قتلوا منهم 150,000 خلال أيام. ثم صار بينهم وبين المسلمين ركود، فما استعاد المسلمون عافيتهم حتى قتلوا منهم أيضا 60,000 وهجروا 500,000 طردوهم، صاروا لا يدرون أين يذهبون، فتفرقوا إلى باكستان وإلى بنغلاديش ويأوون إلى بلاد فقيرة مثلهم أو أشد منهم فقرا، حتى إنه في ذلك الحين في عهد قريب فتح لهم الملك فيصل رحمه الله تعالى أبواب المملكة، ودخل إخواننا من هناك من الأراكانيين الذين صاروا بورميين، دخلوا وهم اليوم يمثلون قرابة 20% أو 25% من سكان مكة، ولا يزال البوذيون يقتلونهم من قرية إلى قرية، ووضعوا عليهم أنظمة تضيق عليهم ليخرجوا من البلد. أولا منعوهم من بناء المساجد، وصاروا يبنون المعابد البوذية ويضعون صنما في داخلها دعوة إلى البوذية، طمس للهوية الإسلامية. ألغوا المواطنة، صادروا جميع هوياتهم التي تدل على أن جنسيتهم بورمية، بعدما احتلتهم بورما 200 سنة أصبحوا بورميين، فسحبتها الحكومة خلال السنوات الماضية، وصاروا يعيشون بأي وثيقة، ليس عنده أي وثيقة تدل على أنه ينتسب إلى أي دولة. حرموا المسلمين من العمل، ممنوع أن يدخل أي وظيفة، حرموهم من التعليم العالي، يتعلم فقط القراءة والكتابة في الابتدائية ليستطيع أن يشتغل خادما عند البوذيين، ليستطيع أن يقرأ لهم إذا أرسلوه إلى بقالة ونحوها. وألزموا المسلمين بالعمل القسري، فيأتون إلى القرية ويقودون شبابها لبناء الجسور وسفلتة الطرق وبناء الثكنات العسكرية وتنظيف الملابس، ولا يعطى على هذا ولا قطعة خبز، ليس لا يعطى مالا، لا يعطى حتى طعام. يؤمر المسلم أن يوفر طعامه وشرابه ومواصلاته عندما يأتي يشتغل، ومن لا يفعل ذلك يقتل. لذلك الأعداد كبيرة، لما يقول لك قتل 60,000 90,000 معناه أنه شاب جاء قال ما معي ولا طعام ولا شراب فقتل، لماذا لم تحضره معك؟ منعوا من السفر، ما معهم هويات أصلا حتى إلى الحج والعمرة. من كان منهم مزارعا أو يعمل بشيء ألزم بالضرائب الباهظة وغرامات على كل شيء، حتى الزواج عليه غرامة،
وأصبحوا إذا جاءوا إلى مسلم عنده محصول زراعي ألزموه أن يبيعه إلى العسكر الحكومة العسكرية وتأخذه بثمن زهيد حتى فقط يواصل الزراعة. عملوا على تقليل أعداد المسلمين، ما بين قتل وما بين سنوات يمنع فيها الزواج، يقولون هذه السنة والتي بعدها ممنوع الزواج عند المسلمين فقط لينتشر بينهم الفاحشة والبغاء ويقل عددهم. بدأ المسلمون يهاجرون إلى كل موطن ولا يستطيعون أن يعيشوا في هذا البلد، تضييق عليهم في الدين وفي المعيشة، ومع ذلك المسلمون متمسكون بدينهم. ولم يذكر أن أعدادا منهم تستحق أن يلتفت إليها قد دخلت في دين البوذية، بل كانوا يزدادون تمسكا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. خلال الأسبوعين الماضيات في منتصف شهر رجب من هذا العام 1433 للهجرة، الذي هو منتصف الشهر السادس من عام 2012، إضافة إلى عدد من المذابح الكثيرة التي قام بها البوذيون ضد إخواننا في أراكان، وقعت مذبحة قريبة، كان هناك حافلة فيها 10 دعاة من حفظة القرآن يطوفون على القرى المسلمة يحفظون القرآن ويدعونهم إلى الله تعالى ويعقدون لهم الأنكحة ويعلمونهم الدين، وإذا بمجموعة من البوذيين يعترضون هذه الحافلة ويخرجون أولئك الدعاة ويضربونهم ضربا مبرحا، ثم جعلوا يعبثون بأجسادهم بالسكاكين حتى صاروا يربطون لسان الداعية بحبل ويمسك الآخر به وينتزع لسانه من فمه. لماذا تدعو إلى الله؟ لماذا تتلو القرآن؟ لماذا تأمرهم بالتوحيد؟ فنزعت ألسنة العشرة كلهم، ثم جعلوا يطعنون طعنا وتقطع أيديهم وأرجلهم والدم يسيل حتى ماتوا واحدا تلو الآخر. فثار المسلمون دفاعا عن دعاتهم وعلى أئمة مساجدهم وخطبائهم، فأقبل البوذيون عليهم وبدأوا يحرقون قرية تلو قرية حتى أحرقوا قرية كاملة فيها 800 بيت، أحرقوها كاملة، منهم من مات في داخلها من أهلها ومنهم من استطاع أن يفر إلى المجهول. ثم أحرقوا قرية أخرى 700 بيت، ثم قرية ثالثة، حتى وصل عدد البيوت إلى 2600 بيت، كلها أحرقت عن آخرها. ونزح من هذه القرى 90,000 هربوا عن طريق البر والبحر وعن طريق زوارق وقوارب مكسرة مهترية تنظر إلى القارب وإذا هو مكسر من كل جانب، يسدون ثقوبه وخروقه بلباسهم، فيه أطفال ونساء يموج بهم البحر يمينا ويسارا، لا يكادون يجدون دولة تقبلهم أو تطعمهم أو تسقيهم. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا، كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أضاء ثأرا، وجراهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا، وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زجرا، وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب الصخرا، وليس لهم مغيث أو معين، كأن الناس كل الناس سكرا، وأنهار الدماء بغير ذنب تراق وتزهق الأرواح غدرا. نعم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم، هو بلاء نزل على المسلمين، والله لا يقدر شرا محضا، هو بلاء يكفر الله تعالى به السيئات ويرفع الله تعالى به الدرجات. نعم، هو بلاء يشعرنا جميعا أننا أمة واحدة، أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن المسلمين كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، هو بلاء
جعل المسلمين يلجؤون إلى الله تعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف له إلا هو، هو بلاء. نحمد ربنا جل وعلا عليه ونذكر نعمته علينا نحن أنه لم ينزل بنا، ونذكر به أنه يجب علينا نصرة إخواننا. هو بلاء يمتحن الله تعالى به إيماننا وإيمان حكامنا وإيمان المسؤولين، يمتحن الله تعالى به أموالنا، يمتحن الله تعالى به الجمعيات الخيرية التي بعضها فقط يصرف رواتب للموظفين دون أن يكون له جهد مع إخوانه في كل موطن. هو بلاء يمتحن الله تعالى به أخوتنا الإسلامية، هو بلاء نرى به المرأة العفيفة تغتصب، أو نرى امرأة أخرى عندها 7 أو 8 أولاد تقول لا أدري من آباؤهم، فهي تغتصب في كل موطن وفي كل مكان ولأجل قبضة من رز تطعم بها أولادها. هو بلاء يمتحن به الإيمان والأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة. هو بلاء يبتلين الله تعالى به أن نرى صورهم، نرى صور أطفال قد أحرقوا ونساء قد ذبحت، فاسأل نفسك لماذا رضيت بالذبح دون غيره. هو بلاء ترى به صورة شيخ كبير قد رق عظمه وشاب رأسه واحدودب ظهره وعظم همه وكبر كربه، وهو يمشي ووراءه أطفال لا يدرون أين يسوقهم، تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال، يشدون البطون على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال، وناموا في العراء بلا غطاء وساروا في العراء بلا نعال، كأن البيدة تلفظهم فتجري بهم بيد إلى بيد خوالي، وليت جراحهم في الجسم لكن جراح النفس أفتك بالرجال، يمدون الحبال وليت شعري أنقطع أمس نمسك بالحبال، وقبل الجوع تنهشهم كلاب من البوذيين دامية النصال، صلاب لكن الأقدار تمضي ويثني الجوع أعناق الرجال، يؤدون الضريبة كل يوم بما ملكوا ودين الله غالي، لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال، لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال. لو كانوا نصارى هل تظن أنه سيسكت باب الفاتيكان؟ هل سيسكت وهو يرى صورهم؟ هل سيسكت وهو يرى صلبانا يطأها البوذيون بالأقدام في هذه القرى؟ هل سيسكت؟ هل سيسكت وهو يرى قسيسا بلباسه وصليبه يراه مذبوحا عند باب كنيسته؟ هل سيسكت؟ لن يسكت، وقد وقعت حوادث على بعض النصارى ولم يسكت. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، واستطاع أولئك أن ينكلوا بإخواننا لأنهم علموا أنه قد قل ناصرهم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار. إنني من مكاني هذا أنادي والدنا خادم الحرمين الشريفين الذي سبق له مواقف بطولة وكرم ومروءة مع عدد من قضايا المسلمين، ولا ننسى وقفة دولتنا مع إخواننا في البوسنة وفي مجاعتهم وحربهم، ولا ننسى وقفة خادم الحرمين سواء الملك فهد أو الملك عبد الله مع إخواننا في باكستان لما وقع عندهم الزلزال، أو مع إخواننا في فلسطين أو مع غيرهم. إنني أنادي من هذا الموطن خادم الحرمين الشريفين، أنادي ولي عهده إلى أن يلتفتوا إلى إخواننا هناك، أن يستعملوا ما هو متاح بين أيديهم من العون المادي ومن الإغاثة العاجلة ومن التصرفات الدولية السياسية
ينبغي أن يشعر إخواننا بنصرتنا لهم. إنني أنادي رابطة العالم الإسلامي، أين دوركم الآن يا منظمة التعاون الإسلامي؟ أين دورك الآن؟ البنك الإسلامي للتنمية، أين دوركم؟ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، أينكم أنتم؟ الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أين أنتم؟ يا أحرار المملكة، يا أيها العلماء، يا أيها الدعاة، يا أيها التجار، أنادي أحرار الكويت الذين علمنا بمواقفهم المشرفة البطولية لإخواننا في سوريا ولإخواننا في فلسطين. يا أحرار الكويت، إخوانكم هناك في بورما وفي أراكان ينادونكم الآن. هذه أراكان نار البغي تحرقها، أما لها نجدة من غيث عدنان. يا ليت معتصما بالله تبلغه هذه النداءات من أم وفتيان. ما بال قومي قد سدوا مسامعهم وأغمضوا العين عن إنجاد إخواني، ما بالهم فقدوا ميراث نخوتهم فاستعذبوا العيش في ذل وطغيان. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب، ويا من يجيب دعاء المضطر إذا دعا، يا من يكشف السوء، اللهم إنا نسألك لإخواننا في أراكان وبرما أن تنصرهم وتغيثهم وتعينهم. اللهم كن لهم ناصرا من الناصر. اللهم يا ربنا، يا من يسمع بكاء الأطفال، يا من يسمع بكاء الأطفال وعوي النساء ويرى المرضى والجرحى والقتلى، اللهم إنا نسألك أن تنتصر لهم. اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج همهم، اللهم اخذل أعداءهم، إنك سميع مجيب يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.